هاي عظيم الرابع، هاي الرابع ان شاء الله. استغرق في احتلال حي الصابري 4 سنوات لكي يسيطر عليه، ومنطقة الفندق ومنطقة شارع مختار 4 سنوات لكي يسيطر عليها. تورس أمي من المؤخرين أمي. هنا ممكن يستغرق حرب أهلية تقول 10 سنوات. ما يحصل في ليبيا والآن خاصة في المنطقة الغربية هو جريمة متكاملة الأركان يقودها مجرم الحرب حفتر للأسف الشديد. هو أذكر نفسي والشعب الليبي، حركتين إرهابيتين في ليبيا من 2011 إلى اليوم، داعش والكرم. طرابلس يعني أنا بنعاود حتى كلام الدكتور فتحي، يعني من باب تحررها يعني أنت فيها 2 مليون أو أكثر من يعني بتمشي فيها قصة درنا من جديد إرهابيين؟ هل في طرابلس هذين كلهم إرهابيين؟ يعني حكومة الوفاق اللي هي معترف بها المجتمع الدولي إرهابية، وزير الداخلية اللي معاك في العمل السياسي إرهابي، هل جميع هؤلاء كلهم إرهابيين؟ كيف تبي تخشها أنت؟ كيف؟ حقيقة إن حفتر متجه نحو طريق، هذا الطريق يعتقد هو الخط الأخير له، ولذلك لن يستمع لا للمجتمع الدولي ولن يستمع لأي آخرين ما عدا الذين يدعمونه والذين يغدقون عليه بالأسلحة وبالدعم اللوجستي. هل تعلم كثير من السفراء اللي عندك قاعدين يصرون على توصيف الجيش الغازي هذا انه هو الجيش الليبي وانه في وجاي بيحرر طرابلس من الميليشيات؟ اذا كنت لا تعلم فتلك مصيبه، وان كنت تعلم فالمصيبه اعظم.